والله غلبك يا حمزه، بس امحي هذاك اللي هناك هلا حتى نثبت انه شغلنا مزبوط. احنا الان عندنا جنريتر حطينا عليه تورك معاكس، خليني اخفف شوي التورك لانه التورك هذا يمكن اكثر من الريتنج تبعت هذا المحرك. راح انزلها ل 20، راح اخلي التورك عليه 20. هلا اذا بدي اقيس الباور شو لازم اعمل؟ لازم احط باور ميتر هون. هلا حتى نحط باور ميتر خليني اشيل هذه من هون، او اذا بدكم ممكن نطلع على الكرنت والفولتج الان. الفولتج يصير نيجاتيف؟ نعم المفروض الكرنت المفروض يعكس الفيز تبعه، الفيز تبعه المفروض يتغير. فاذا بدكم خلينا كخطوه اولى نطلع على الكرنت والفولتج اللي من السبلاي. راح نحط هون كرنت، نحط فولتج. هلا الكرنت حتى احطه لازم افتح وحده من الكونكشنز. ما بعرفش اذا بتزبط اني انزلها عليه تنزيل. لا ما بتزبط. بتزبط مش دائما بتزبط، مرات بغلب ما بعرف، مش مشكله. انا قلت لها فخلينا نفتح الخط اللي بينهم. اذا الكرنت بدي احط هذا ان سيريز، هي هذا بقيس اللاين كرنت اللي هو تبع ار، وبعدين الفولتج راح اشبك مثلا اخذ، خليني اخذ فيز. ناخذ فيز ولا ناخذ لاين؟ خلينا ناخذ لاين. فراح اخذ الار. بياثر اذا اخذته قبل الكرنت ميتر او بعده؟ لا. اذا راح ناخذ هون هي فولتج. عاملين تغييرات كثيره بال 2014 في السيجنال. كانت دكتور علي ايش لازم اعمل؟ مش اعمل هو بشبكها بشكل كويس، بس هيك شكلها مش حلو. نزل الجهاز دكتور، نزل اللاين، نزل اللاين هيك هيك عجيبه كمان. خلص مش مشكله، مش مشكله، مش مشكله، مش مشكله، مش مشكله. طيب خلينا ناخذ هذا السكوب، حط هذا السكوب هون، وخلينا ناخذ تو شانلز كرنت وفولتج. هلا عادة أنا بفضل أحط الفولتج بالأول عشان أعرف إنه هو اللي راح يطلع أصفر. بدنا نحط كمان بدنا ملتي بلكسر مش هيك؟ حط هذه هون. هلا شوفوا شو راح نعمل، راح نعمل موتور وراح نعمل جنريتر، راح تقارن أنتوا الكرنت والفولتج. هيك لما شبكت انا شبكته بدنا لاين مش هيك؟ بدنا لاين فولتج مش فيز فولتج، صح؟ اشكرك. احنا قلنا بدنا ناخذ اللاين فولتج، فبدنا ناخذ ار واس. فراح اخذ الار ماينس اس، هذا اللاين فولتج. فانا اخذنا اللاين فولتج واخذنا اللاين كرنت اللي هو ار. هلا راح اخذ الفولتج على الشانل الاولى، وراح اخذ الكرنت على الشانل الثاني. اوكي محاولين هم بال 2014 يعملوا اوتوماتيك روتينج للباث. وهي بتسحبها سحب مباشره. طيب اوكي هيك جاهزين نعمل ران. خلينا نرجع هلا للموتور، بدي ارجع انا احطه موتور بالاول اشوفه كيف شكله بكون لما يكون موتور، وبعدين راح اقارنه لما يصير جنريتر. اذا بموتور المفروض يكون عندي الكرنت والفولتج مش ان فيز، في شويه لاج بينهم، بس المفروض يكون النت باور بوزيتيف. بوزيتيف يعني رايحه من السبلاي لللود، فعم تتحول الباور من الكتريكال باور بتمر بالمحرك. المحرك هو عباره عن انرجي كونفرجن ديفايس، بحولها من اي شكل لاي شكل، من الكتريكال لميكانيكال، وبعدين بتنتقل هون للود. فخلينا نعمل الان رن. انا اطلعت على السكوب هذا، بدنا السكوب هذا مش هيك؟ اوكي هلا المفروض انه عندي الفولتج والكرنت تمام. هلا خلينا ناخذ المشكله هون السكيل. خلينا اعمل هون زوم، لا مش هذا، بدي اعمل زوم على الاكس اكس. خلينا نشوف اذا بقدر اقارن الفيز تبعهم هون. طيب الاحسن نعمله انه نكبر واحده منهم نضربها بفاكتر، شو رايكم؟ عشان نقدر نشوفها. نضرب الكرنت، نضرب الكرنت بفاكتر، جيد. فبدنا نجيب جين. نروح على اللايبرري نجيب جين. وقديش تقريبا الجين بالنظر كان؟ 50. هاي الكرنت مش هيك؟ هذا الكرنت. هلا هون عندي تقريبا من هاي حوالي 500 وشيء البيك. ليش البيك 500؟ ليش البيك 500 تبع الفولتج؟ لانه انا لاين تو لاين، انا عم بحكي عن ار ام اس مش هيك؟ الار ام اس كان قديش تقريبا؟ 400. فالبيك الكرنت 9. الكرنت تقريبا 9.
واذا قسمت 500 على 9 450 قديش 50 حط هذا الفاكتور 50 نعمل اوكي شكل مرتب انا رح اترك الترانزينت اللي هون لانه هون في عندنا ترانزينت رح نركز على هاي الفتره وبدي اعمل زوم بالاكس اكسس بدي اغير الاكسس خلينا نغير الاكسس نعمله من ماينس 1 من ماينس 600 لبلس 600 اظن بنعمل هيك مش هيك اكسس بروبرتيز رح اعمله من ماينس 600 ماينس 600 لبلس 600 اوكي هيك مرتب ها طيب احكوا لي هلا شو شايفين هون وين الفولتج وين الكرنت هاي المجنتا هون اوكي مين الليدنج ويتش هاي الكرنت لاجينج الفولتج فهذا اندكتيف لود هذا مطمن مش هيك طيب هون هذا السؤال وين الباور فلو بدون ما نحط باور ميتر انتوا احكوا لي وين الباور فلو الموتور الى الموتور ليش ليش فكر ليش بتقول هيك تمام لاحظوا حتى الباور تكون بوزيتيف اذا الفولتج الفتره اللي بيكون فيها الفولتج بوزيتيف اذا معظم الفتره هاي الكرنت كمان بوزيتيف لما بضرب بوزيتيف في بوزيتيف شو بعطيني بوزيتيف واذا الفتره اللي بيكون فيها الفولتج نيجاتيف الكرنت كمان نيجاتيف لما بضرب نيجاتيف بنيجاتيف بعطيني بوزيتيف هلا في فترات بسيطه الاثنين مش نفس الاشاره بس لاحظوا مثلا من الفتره هاي هذا هون بوزيتيف وهذا هون بوزيتيف هاي الفترة يكون فيها الباور بوزيتيف فبالحالة هاي هون عندي الباور وين عم تمشي؟ من السورس عم بتروح من السورس للود معظم الوقت هلا نعم تمام كوساين ثيتا مضبوط قديش ثيتا عندي هون؟ مضبوط صح كوساين ثيتا اسهل شيء نحسبه لو حسبناه رح تعطيني الباور فاكتور ومبين انه هو كوساين ثيتا مش رح تعطيك اشارة بس كيف بدك هون اللي بصير باور هاد من هون طلع هي من هون لوين؟ لحد النقطة هاي مزبوط اثنين بوزيتيف هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف مزبوط الفترة هاي كل الباور فيها بوزيتيف في فترة حيكون نيجاتيف رح يرد بيرجع مرة ثانية وين الاثنين نيجاتيف صاروا؟ هذا نيجاتيف لحد النقطة هاي من هون لهون الاثنين نيجاتيف هاي الفترة هي الفترة اللي عمالي بستفيد بكسب فيها باور في الفترات اللي كانوا اشارتهم مختلفة شو رح يكون فيها الباور؟ ترجع. عم ترجع بس اللي باخده اكثر من اللي برجعه اذا النت باور مش بس هيك كنت كمان هي 3 فيز بتكون يعني الاثنين اللي بقيت قاعدين ياخذوا باور من هاي اوكي ماشي اوكي اوكي نطلع هلا لما يصير جنريتر شو بصير لو حولنا الان هاي لماينس 20 هي هذا الان تحول لجنريتر على يعني فكرة تقريبا واضحة من الآن بس خليني أضبط السكيل طلع هلا هون مش بتلاحظ تقريبا مباشرة من لما تطلع الفترة اللي هذا فيها بوزيتيف هذا نيجاتيف والفترة اللي هذا فيها بوزيتيف هذا نيجاتيف فمعظم الباور صارت ايش؟ ترجع تغيرت الزاوية تبعت الكرنت تماما هلا لو تغيرت شوي شو بتلاحظ الكرنت اللي بصير بالماجنتيود تبعته من الموتور بنزل 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 عند نقطه معينه شو بصير صفر بيعكس اتجاه بيعكس الانجل تبعته من هلا في زاويه لسه بينهم لانه اظن انه بصير كاباسيتي مين ليدنج هلا ويتش از ليدنج ويتش حسب كيف بتشوف طلعنا هلا هذه من هون قلبناها في شويه ليدنج في عندي هون كاباسيتيف كانه كاباسيتيف لود اوكي ماشي